إذا كنت في الدور الثاني والخادمة في الدور الأول وقفلت الباب الذي بيننا، فهل تعتبر هذه خلوة؟ نعم، ما دمتم في مبنى واحد مدخله واحد ولو كان أقساما فإن هذا من الخلوة. أما لو كانت في بيت آخر ولها مدخل آخر ومغلقة الباب اللي بينها وبينك، مع أن الباب أيضا لا يكفي، قد يكون أنه يفتح، فالحاصل أنه تكون في بيت وأنت في بيت، ولا تكونان في بيت واحد أو في شقق مدخلها واحد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وهذه المرأة، إذا كانت الشقق خاصة بصاحب البيت، أما إذا كانت الشقق في عمارة كبيرة ويسكن فيها الناس، هذه بمثابة البيوت المتعددة. إذا كانت عمارة كبيرة ويسكن فيها العادة يسكن فيها الناس في هذه الشقق، هذه بمثابة البيوت المتعددة. نعم.